يا الله أنا شو مبسوطة اليوم، عيني دقة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. كتير اليوم من الأيام اللي مودي كتير فيها حلو، كتير لطيف وكتير لذيذ، والحلقات ماشية بسلاسة وبسهولة الحمد لله. سلاسة بأربعة. عمر مش ناقصتك، أنا اليوم اختصرني. دعابة زوربة. اليوم معانا ثلاث كذابين من الطراز الرفيع. الله يسعدك. من الطراز الرفيع. لا في واحد بس مش رفيع. في واحد من الطراز الثقيل. من العيار الثقيل. فإحنا اليوم معانا عن جد ثلاثة ما شاء الله جهابذة، مبسوطين إحنا كتير فيهم. نبدأ بي، شو اسمك أنت اليوم؟ صبحي. صبحي حجازين، أهلا وسهلا فيك. نحول عمر زوربا، شرفتنا عمورة. عنا عمرين؟ ولا دول ولا عينيك؟ عمرين دول ولا عينيك؟ والله حلوة. عمرين دول ولا عينيك؟ حلوة حلوة. أتريني بفكر فيه. أعطيني يلا على السكاسك. عمرين دول ولا قلبي بيس. أهلا زغرط، أقسم بالله زغرط. إيه هاب توفيق، كيف أغني بكل مرة بتلاقيها نذكرها. هذا مش طبعا، هذا مش هاب توفيق حبيبي، هذا محمد هنيدي. هنيدي إزاي بتعرف؟ آه سمعت هنيدي بتعرف. فكرت بحبك لليلة بحبك ترارات. لو واحد بالمليون بحبك، مش غيرك في الكون بحبك. لو واحد بالمليون بحبك. طبعا الجيل هسه بيعرفوش يعني، بدهم وجز. بدهم وجز طبعا. وجز زي جوجل بدوروا عليه. انت فكر هذيك المرة نادي على سيرة الهاي، هاي دينا الشربيني، كيف بدها تنسى عمرو دياب؟ وحياة الله ذاك اليوم فكرت فيها. لا مش هيك، انا قلت كيف بدها تتخطاه؟ عمر مين بده وين ما تروح عمر بتلاقي. ومين بده ينسيها اياه؟ يعني مين الزلمة اللي بده يجي ينسيها عمرو دياب؟ طب بركي هو على الصعيد الشخصي سيء. انت ليش بتشارك؟ انت مين عزمك؟ الموضوع اخذ عن البرنامج. احنا قلنا لك بدايه برنامج، سالناك سؤال جاوب. امجد فهمته؟ امجد انا قلت لك لا يا اخوان، انا عندي شغل اخوان مالكم. ما بزبط الشغلات الجانبيه. لا صديقي، لا عمر، لا انفعلت بس انفعلت. صيروا خبروا انتم، خبروا لما اكون احكي اشي. لا لا صدق ترجينا لإجابة. لا أنا أنسحب عمر. عمر لا أنا أنسحب. أرجوكم إلغي رحلتي طبعا خلاص. طيب اليوم في عنا أول فقرة كالعادة اسمها خمسة إلا شوي. خمسة إلا شوي يلا. في فقرة خمسة إلا عنا خمس حقائق عن موضوع معين، ولكن في واحدة منهم غلط، وضيوفنا لازم يحددوا أي واحدة الغلط، واللي بغلط فيهم بتروح نقاطه إلي. حبايبي اليوم في عنا خمس حقائق عن شخصية أردنية بارزة جدا في تاريخ الإعلام الأردني. بارزة ولا سخنة؟ يعني بارزة بشكل كبير. أوكي ماشي. في تاريخ الإعلام الأردني. طبعا غيرت بوجه الإعلام الأردني. شخصية لها باع طويل في كل ما تقدمه من برامج، في كل ما تقدمه من محتوى. يعني تعرفوها أكيد ست نادية الزعبي، سامعين عنها؟ هاي فعلا غيرت وجه، عملت وجه مخدر. نادية الزعبي تبعت هاي اللي نجمة. لا اكشف نجم. شوف حلويات، شوف حلويات، شوف معجنات. شوف اه 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 عندش مبين عليها، عندها فيديوهات. هي تستحق هاي المقدمة قلت. يا الله هذا ايش هذا جاي؟ بلش يكذب من قبل المسابقات. مش معقول. ليش الدور هذا؟ انا وانا مغمض بعد. اسمع وانا مغمض طلع المرضية ولا الله. طارت من الرموش. هاي افكتون. أعطينا لا جد هلا عم بحكي عن حقائق عني وانتم بتعرفوني. ما تكونش كثير لابس نصكم كزملاء. نبدأ بأول حقيقة عن نادية الزعبي. قال لك هاي البنت ما شاء الله عليها درست بالجامعة الأردنية إعلام. والله ما قربت التاسع. إيه بالله ماجستير. توجيه راسم. إيه دكتور. ماجستير. يمي مواد. نسيتي يمي مواد. يكملة. يلا. الثانية. أكلتها المفضلة المسخن. تشيل عافر مسخن من الملوخين. تشيل الثالثة من أصعب المقابلات اللي عملتها على التلفزيون، مقابلتها لوالدها الباشا عبد المنعم الزعبي. مزبوط حبيبي يا بابا. مزبوط مزبوط صح. إيه برافو عليكم. أربعة، مرت بمراحل صعبة بحياتها ولجأت إلى دكتور نفسي. ودكتور نفسي كذب. داي حرام مرض. كذب. وصار راجع دكتور قلب. لازم يحطوا قبلها بتعمل إنها مرت بمراحل صعبة بحياتها. وراح جلطة الدكتور. الله يسامحكم. الخامسة، ابنها الوحيد اسمه زايد. الله يحفظك. عنده أربع أولاد وبنت. ابن الوحيد اسمه زايد. زايد. مش زيد. يعني أنا أم.
أم زيد لا لا إذا على السريع بدنا نديك أم زيد. أم زيد لأنه إحنا معصبين وهذا يكون مشكلة وياك يا أم زيد أم زيد طبعا زيد هلا عشان نقول للناس يعني زيد زيد عمره 9 سنين لا ترد ولا خرج من الجامعة ولا تجوز 24 ابن إيه 6 سنين قدم لديوان الخدمة الله يخليك التغى ديوان الخدمة وزيد لسه ما تعيش يا الله زيد وين قرينا له فاتحة هذيك المرة قرينا له فاتحة والله قرينا له فاتحة مقدم على ديوان الخدمة بعدين قرينا له فاتحة في بنت حط عينه عليها ما شاء الله الولد شارك بحرب 67 زيد انا حمري مليون هذا ليوة مش هذا ليوة دفعتي ليوة زي ابن اكبر من وسام قبيلة ولك أن تتخيل ابن صفر وزارة ابن يلا هلا بدون ما بدون ما تعرضوا حياتي للسخرية لنبلش من البداية بداية التسجيل ولا درست أيه أستاذ عمر تفضل اسمع أنا خايف تفضل أستاذ أنا بداية يعني معلومات حلوة بالتأكيد موجودة الله يخليك أعتقد موضوع الأكل مسخن فهمت عليك ما بتعرفني لأنه انت قصدك على انه اكلتها المفضلة مش المسخن ايش مثلا حسب معرفتك فيي او انا ما بعرف انا ما بعرف حلوة لا طيب انت رميتي علي جبتوني هون انا كنت حاسألك كنتوا مين انت بتعرف انت وين تايه في ملكوت الله هو بدنا ثاني رابع ايك اسمع احنا نزلنا على الشارع كان قاعد بيعبي بنزين من جنب قلنا له احنا بس بدنا واحد لقال يلا 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 عن جد اعطوني شوفي انا خايف تطلع تبعت الجامعه الاردنيه احكي انها صح يرفع علي قضيه الجامعه الاردنيه بترضاها علينا ترضاها علينا انا كل سنه برنوا علي بكرموني انا درست بالجامعه الاردنيه انك ما درستي اني ما كملت طب هاتوا ايش يلا انا حكيت انت حكيت انه مو المسخن انت ما بتعرفني عمر خليني بس اقلب بالدفاتر خلي احبك فيا فاكر لو انك مهتم كان عرفت اصبر يا هسه لو مهتم كان عرفت 5 سنين وشك برقم 5 بس من باب بس شكل رقم 5 لا 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 اذا محتوانا احنا وياها رقم 5 احنا قاعدين بنقول من اول ما دخلنا قبل التصوير نقول له زايد وزيد قلت لك قصه وتفاصيل سبب انه ليه سبب لانها حلمت فيه لا لا حلمت فيه جد طيب درست في الجامعه الاردنيه كذب وتبلي تبلي معك كذب وتبلي هاي معك تبلي معك اكلتها المفضل المسخن انا اتوقع فكره اكلتها المفضله اللي بسخن شفتي قديش انا مؤثر يا الله لما يحكي كلمته هالزلمه لا انا مع انا بسكت بس لما احكي بس بحرك أمه أنا لما بغيب بس كتب بالجبن طب هات أنا درست بجامعة الأردنية إعلام هاي بقول صح أكلتها المفضلة خطأ الجامعة الأردنية إعلام هي ما درست في الجامعة الأردنية إعلام وإنتوا اللي ما بتعرفوا إنه هي وهي عمرها 18 انحبست 3 أشهر على شيكات لا لا سرقت حفلات بعديها طلعت بلشت في مشروع هي اخذت دورة منزلي عمر منزلي اخذت دورة تلصيق رموش هاي كثفت ثقافه العين تلصيق رموش ومره ثانيه عملت مشاجره مع واحده لزقت لها رموش لزقتها مع ذنيها لانه هي لما تتنكد تخيل واحده طالعه من عندها عرس رموشها هون هيك برفرفن طلعتها ثانيا بس هي ما احلاها صفحه فتحة جديدة صفحة فتحة جديدة طب أنا على فكرة حقني هاي الفقرة عشان تكونوا بالصورة أنا مع الجامعة الأردنية وأنا كمان إيش درست طيب؟ إذا مش بالجامعة الأردنية أنا مش متأكد إنك درست ما بقدر أكذب لا أنا بعرف تخصصها اسمع تخصصها خياطة حبكة ودرزة أخذتها دورة 6 شهور من 130 ليرة هاي وجابت الثانية على الدورة طب طلع وهي لحالها أصلاً بتقلب فجابت الثانية طلع قد ما كنت شاطرة بالنهاية تألقت خلاص عبكة ودرزة هاي أستاذة هيك وبتعمل صوف لفحات الأرجنتين عملت لي مرة لفحة تشغل صوف عبكة ودرزة للأمانة وحتى عن نول إلها إن شاء الله عليك اسم النول النول ما درست على عالم ما درست شوفي لنا شو المعلومة الصح شوف شو المعلومة الصح أيوة يلا مظبوط هاي المعلومة الخاطئة أنا درست بالجامعة الأردنية بس مش إعلام أيوة درست لغات حديثة إسباني إنجليزي واضح ولهلا العربي متقطع فيه ولا إشي أنت درست طلعت إسباني الإنجليزي نادية إسبانيولي يعني هذا اللي حافظيته من إسباني كموستاس ولكونوستاس باقي بس شوي مش درجة الواحد دهرس تخصص يطلع بفهم فيه يعني مش يعني أخوي حلاك درس محاسب برشلونة برشلونة
طيب هاتوا نشوف النتائج عن حبكة ودرزة. ليش أنا صفر؟ طب بكون بغاحك. أنا واحد. ليش أنا واحد؟ آه صح أنا واحد طبعا. أنا واحد. ليش أنت واحد؟ لأنه واحد كان مسخن. بس هم ليش هم كلهم صفار حبايبي؟ آه لا ليش صفار؟ أنا فزنا. أنا اللي عارفين أصلا صفار. أمجد واحد، عمر واحد، عبد الله. طبعا خليك انت، خليك في ادبك، خليك ومجاملاتك، خليك حيلك يا ادب ينفعك. انا للاسف ما تشرفت بمعرفه هاي التفاصيل. يا الله شوفوا قديش مؤدب وقديش رايح عليك شيء. ترى جلتنمان شوكي وسكين، جلتنمان كثير جلتنمان. طيب احنا خلينا ننتقل للفقره اللي بعديها يا جماعه الخير. لما اجيب ورقتي. ايوه خير، اللهم اجعله خير. اسمها خود الصافي. في فقره خود الصافي رح يحكوا ضيوفنا ثلاث قصص لاختراع معين، ولكن قصة واحدة هي الصحيحة، ولازم أنا أعرف عند مين القصة الصحيحة ولا بخسر. لا سمح الله بيفوزوا كلهم في هاي الفقرة. طب حبايبي هاي الفقرة خود الصافي هي عبارة عن مثل. لا مش مثل، اختراع. 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 هذا الاختراع كل واحد فيكم بده يقول لي القصة من وراء هذا الاختراع. أوكي. واحد فيكم فقط هو معه المعلومة الصحيحة. خلينا نشوف الاختراع شو. TNT مزيل عرق. لا قناة هاي تبعت المصارعة زمان. كابتن مش مزيل عرق. هاي في اخوان، هاي تي ان تي. هي عشان الله يبعدنا عنها. ساعة. نوع ساعة. ساعة. أيوة ساعة. عندي واحدة تي ان تي بس كوبي وان جبتها. تي ان تي هي. عوان عبد الله قصدي. لا بضحك معك. الارم احتمال يعني يضيع. تفضل احكي استاذ عمر. بلش من عندي يعني. لا لا مش من عندي. انا حرة بقرر. انت اللي قلت عمر احكي. زربة. عشان لاني الاصلع الوحيد بيناتهم يعني. لاني الاصلع الوحيد بيناتهم. على فكره هاي ممكن تكون من الحلقات الاوائل اللي عملها. حلقات مميزه. والله حبيتهم الشباب هذول. انتوا لاحظوا مين فيها؟ هات نعيدها الجمعه. بدي اطلع رحله. خلص بدي اطلع رحله. بدي اروح وانا شايف نسيته. على الكرسي. يعني انا دبين دبين بروح على الشباب المدرسه. والله مش معقول دبين على النبعه. النبعه نسي روح على النبعه ولاقيها. والله نسي النبعه. اسمعي واخوي بضل يقول المي هيك بتفور. تروحي غادش مسوره مكسوره وصلعوها وسخنه. بدي بلش العبد الله. يلا يلا يا جماعه شوفوا لي عيوني. لاول مره تم صناعه التي ان تي لاول مره عام 1863. اوكي اي ساعة. على يد الكيميائي الالماني ارجوك امجد. هاي معلومه صادقه. اسمه ارجوك امجد كيميائي الالماني. هاي معلومه صادقه. امجد لو سمح في شيء اسمه اداب الحديث. هذا في جزء من البرنامج الثقافي صادمه. فما يكون في شيء يعني حقيقي. لا صح لازم صح. من استاذي طيب انا على يد الكيميائي الالماني انسوا اسمه الطويل. اوكي كماده صبغيه صفراء. كمال. كماده صفراء. وتم استخدامه بنجاح كصبغه لسنوات عديده. حلو. قبل ان تعرف خصائصه المتفجره يعني كان اولها مفكرينه ماده عاديه. لاحقا اي سنه بالله؟ 1863. غلط. لا بلا ميكس سنس. 63 صح. انا كنت والله يا نادي لا تنخدعي. لا تنخدعي صح. لا تنخدعي ارجوك. لا اوكي تفضل. تي ان تي ايش انت ليش قاعد بيحكي؟ بقول لك متفجرات. هلا استنى ما انت كمل معه. هذا الشعر. لا قصدي لا تنخدعي. فجر الشعر بعدين. خلص خلصت. فجر الشعر خلصت. هي هي كمل عشاك. استنى يا زلمه تي ان تي خلص ولا لا تضل هي تي ان تي. هي صبغه. شو صبغه كانت انت عم تعيد راح صدى ولا ايه؟ شو صبغه؟ لا بس شو صبغه؟ شو صبغه؟ كمادة صبغية صفراء. هو في اشياء بتخترع لكن لاحقا بتصير مايه حمرا. كيف طلع احمر؟ كيف صبغه؟ يعني كانت مادة صبغية بعدين صارت صفراء. نعم مادة صبرية. خلصت القصة؟ نعم خلصت. يا زلمة كمل من عندي. لا خلص خلص. بغية طلبة. اعتذر مني. ارجع نام. بغية طلبة. القصة معروفة. ادخل جوا نام. ادخل جوا. أول شيء المفروض نادي بتعرفين أنت ومعروف. عن تي ان تي؟ تي ان تي طبعاً. طب احكي. هي كان هاي مادة يحطوها تحت في الغواصات ويخلوا الدلافين يودوها على هذا عشان الغواصات يفجروا الغواصات. لأنها ايش؟ مادة عجينية. بيتزا بتيجي. عجينيه. عجين. عمري حكيت هاي الجمله. هاي الكلمه لا هي وانا متعدده. متعدده المواهب. يعني بما اني حكيت ففي شيء صح. ففي شيء صح القصه. طيب كانوا يحطوها في ثم الدلفين يروح يلزقها في الغواصه وتفجر تحت الماء. من هناك تم تزويدها بمايكروسكور كرلاب الكربونات.
الهيدروجينيه الهيدروليك غير بالكيمياء هذا كلام مهم هيدروليك شوف في وين هيدروليك سامي مواد تنظيف سامي اكسيد الكربون شكرا هاي قصه بتصدقيها استاذ نادي انا بس الهيدروليك لانه يعني ماده لا تستعمل الا بالهيدروليك هيدروليك لا جرارات المطابخ ايش بكونوا هيدروليك يعني ايه بس كبس عليها تلاقيه سكر حط فيه سماق ما اسمعي في حدا بيعرف وين السماق في المطبخ ما حدا بيعرف تعرف وين السماق ليش السماق وين المطبخ بياع دائما ما حدا بيعرف وين السماق الا الام لا انا بعرف وين السماق ايوه مستحيل حدا السماق ده السماق ومن السماك لرمي لك حالي ومن السماك لرمي لك ايه ممكن شوي بس خلينا نركز لا القلم احكي احكي ابجد يلا بسرعه لا تضيع وقت في كانوا يستخدموا للتفجير معروفه معروفه طبعا تفجير لايكات تفجير لايكات يلا كبسوا كبسوا جيبوا تي ان تي كبس ما يضلش حدا موجود ثاني يوم يتساءلوا وين راحوا الناس فقالوا ايش ليش لانه يعني كان الفتيل والله الطفر ما لنا الا تيك توك كمان بتجيب النار جنب التحدي انا وحيد معبرك امجد مش مهم انا مش حاسس حالي تحديات والله تيك توك ارجوكم موضوع امجد قاعد بيحكي تفضل امجد امجد انا عارف ايش بدي احكي يا زلمه امجد حكي وطشي بطشي يلا بس جزء من البرنامج مجبورين فيه تفضل كمل انا اللي عملت الطاوله ترى هو اللي تبعي لازم يضل موجود كمل امجد التي ان تي اوكي اختصار لايش ولك انا تريمونولوجي نيتروجين تصير تحديات ديكتور تكنولوجي ولك البث الوحيد كان يستخدم كل حرف لحال بعدين لما يقطع لهم معجون اوكي الضريبه ما لها والله عم بحكي كلام مهم عم بحكي كلام مهم بدك تفرش اسنانك في معجون التي ان تي بتلاقي ايش هذا للسمح بس ايش بتلاقي يا عمر بس ما بتلاقي ايش هو بتلاقي والله بتلاقي عايز والله اللي روح على السوبر ماركت قول اللي بيسال بلاقي والله العظيم بيسال بتوهج مالك يعني مالك انت في الدكان شوف الدكان بعد هذا المؤخر طب خلصت زي ما حكينا سحبه كله عمر زي ما حكينا هو احذر اي قصه صح ما يقول عجينه ثاني اكسيد هيدروليك عجينه ترمينولوجي نيتروجين تكنولوجي انا بقول العبد الله مع القصه الصح طبعا صح حطوا لنا الصوره انا والله كنت عارف يا زعبي ما شاء الله عليك هي الماده الصبغيه والله حلوه كاين لا هي صوره الماده الصبغيه مش عمر قرات هات نشوف النتائج سو فار سو جود شوفوا النتائج شوفوا النتائج شوفوا النتائج انا صفر واحد عمر واحد عبد الله صفر فاصل ونعود لا خلينا شوي قبل ما نطلع فاصل بدنا نشكر لينك من بنك القاهرة عمان البنك الأول للشباب في الأردن أنا ما ضيفتكم بعتذر منكم هلأ ما لسه هلأ ما أكون نازل أصلاً طيب هلأ في عنا دارك شوكليت هون من طبعاً توداي هون 99% كاكاو هون 88 هون 77 شو بتختار عمر؟ لا 88 ايه؟ لأن أنا ما بأكل إلا 88 والله دارك دارك صدور سكر لا لا 88 اللي بالوسط تقريباً أيوة يعني 88 هي 66 هاتي ارمي عندك شو خلص هي جائزة احنا من افتحوا يعني لو سمحت انك تضيف اللي جنبك على ايش هاي بس ما تاكلوها كلها الحلقة اللي بعدها خلينا نشوف هاي على ايش هاي لا تطلع لي بفاضي اذكر استنوني كمان احكي اشياء تكون دق انا وانت بتحكي بكون في اثناء يلا هلا وصلنا يا جماعة لفقرة عنوانها جهاز الكذب في فقرة جهاز الكذب اخترعنا جهاز ليكشف كذب ضيوفنا بس اللي ما بيعرفوه اني انا اللي بتحكم فيه طيب عمر زوربا لانه انت جديد على هاي الفقره على هاي الشوكولاته الفقره هاي هذا الجهاز اللي قدامك احكي له أمجد شوي امجد احكي له عنه للجهاز هذا جهاز عروس
ما رضوا يستلمون. من وين من وين استوردنا يا امجد؟ من اليابان. هذا ياباني بس تجميع الماني. ياباني تجميع بين بين معنى عن طريق اسمه من طريق النوعيه بدل التب الاسود هذا شغل اليابان يستخدمونه. انه هيك الميكرويف في البيت زي هذا. هذا الجهاز كثير حساس يعني زي البنات. اذا بتكذب بالخمك او بتلف وبتدور بكشفك كيف زي البنات عن جد. لا بتحط ايدك انت. لا انا بسالك سؤال. بتحط ايدك بتجاوب. اذا كذبت رح يضوي الحمراء. اذا كنت صادق الخضراء. اذا كبسوا التنتين مع بعض بكون الجهاز بلش يسب. وما صار على عمر فقط مرتين. عمر بسالك السؤال بدك تجاوب بكل دقه. اذا ما جاوبت بكل دقه الجهاز رح يزغرت ورح تنفضح امام جمهورك امام يعني الشعب امام الإنجليزي. الملايين امام الملايين والشعب العربي. وين؟ وين؟ تفضل عمر اول حط ايدك في هذا الشكل. حط ايدك بهذا الشكل. بالشكل هذا. بهذا الشكل. يلا اعطونا سؤال عمر زوربا. عمر زوربا اذا عرفت انك اقل واحد مدفوع لك مصاري بين الضيوف تنسحب حالا من البرنامج او بتقول حلال زلال عليهم وبترضى بقسمتك؟ بنسحب حالا من البرنامج طبعا قبل ما كسر الاستوديو. ما كسر اصحابي. شو حركة غدر بتكون؟ لا بس وين ال وين هذا بتحكي؟ نصيبه الزلمة رزقته. لا لا انا انحلف لي يمين انه انا اكثر واحد. تستحق يا عمر. طبعا الله يسعدك. شكرا حبيبي على راسي. بس هذا موضوع ثاني اخوان. كل شيء لحاله. هذا جهاز انا عدم ماخذ يضوي احمر هسه قدام الجهاز بسم. جهاز الجهاز بسم. طيب عمر انا بحترم صراحتك وصدقك على الرغم من نذالتك بس بحترم صراحتك. الله اعطينا لعبد الله. يلا يلا هناك لعبد الله. عمر لعبد الله لو خيروك انك تعيش بقصر بس لحالك او تعيش بكوخ مع اعز شخص على قلبك شو بتختار؟ طبعا اعيش بكوخ مع اعز شخص على قلبي. ايه ايش 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 شو ايش 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 يا جار ما تردي. شو بتكون في زلمه بحبك؟ برضه ركبنا في جاده. لا بالعكس زلمه عاطفي وزلمه مش عاطفي تامر حسني يا بس حاسبونا منكم. يعيش بقصر يعيش بقصر لحاله. بعيش نص لحالي. بعيش بقصر مقطوع اجري لحالي ولا عيال ولا اشوف حدا منكم غير. عمر شو قلت؟ انا يا رب الجهاز نسي ولا تذكر؟ لا ذكر الجهاز. قصر لحالك انت بتعيش. انا بعيش مع كوخ. بكوخ مع كوخ ولا حشم؟ انا كوخ بعيش معاه. انا كوخ بطلع معاه. انا بعيش كوخ مع انا بعيش مصاري خلاص. شوف 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 انا عبد الحليم. شوف عايش بكوخ. هذا ليش جايبين خلونا غير عبد الحليم بتناسبه. توبة هذا المفروض معزبين السيارة وانفتحت. والله العظيم معزبين. هذا المفروض معزبين. مسامح كريم. زبين يسألوا عن الرواية. عمر زوربا. اعطي هلأ لأمجد. تفضل استاذ. عاد والله متعشي. لا هاي اكتب له اليمين شوي على الجهاز. اكتب له مين كسر الجهاز؟ استقال مكسور. هو اصلا مكسور. هو اليابان بعته مكسور للتهويه عشان الجمارك ما يجمارك. عشان عين عشان عين لانه ما فيش غيره في البلد. صور لك كاميرا عمر اكسكلوسيف. صور لك ملون. يلا امجد حط ايدك على. اعطونا امجد. امجد الحجازين يقر ويعترف عمر زوربا اخف دمه من دمي او عمر زوربا معه مصاري اكثر مني بكثير او عمر زوربا عارف شو بده من الدنيا اكثر. ليش او لا تخيرات و و و لا او بدك تختار لي واحده منهم. عمر زوربا و و و و و و لا ثلاث عمر زوربا. ايش والله متواضع امجد. انا توقعت هيك. احكيهم شفتي يعني احكي عمر زوربا دمه على الشاشه كمان احفظ هاي على الشاشه كمان تحفظوني. أمجد زوربا يقر ويعترف. عمر حجازين يقر ويعترف. أمجد حجازين. هو كم أمجد في البلد؟ أمجد عمر زوربا يقر ويعترف. عمر زوربا أخف دم مني. عمر زوربا معه مصاري أكثر مني بكثير. عمر زوربا عارف شو بده من الدنيا أكثر مني. والله ما فكرتك يا أمجد. ليش؟ فقدتك يعني. وعمر أقصر مني. ما أنا مكذب ومكذب. أي حلوة منك. صادق. عيد والله حبيبي عشان عندي رد. والله حبيبي يلا عشان حبيبي. لا خلص جهاز خلاص طلع الهاي جهاز ما هي تاكد تذكر انت يا زلمه. والله يا الله يعني انا كثير بحب كل شخص لما يكون عارف حجمه الحقيقي. الله يسعدك الله يسعدك. بحييكم على انا لاني عارف حجمي الحقيقي تحديدا حجمي اللي مش بس انا اللي عارفه كل عارفين حجمك. هاتوا نشوف النتائج.
هسه عمر عبد الله صفر اكيد. نادية 2 امجد 2 عمر 2 عمر 1. هلا بننتقل لاي فقره؟ ما في علامه على الورقه الفاضيه. هلا فقره كمان جديده، ايموجي ومعاني. ايموجي واغاني. في فقرة إيموجي ومعاني، ضيوفنا بدهم يحاولوا يقرأوا أسماء أغاني مكتوبين بلغة الإيموجي. أعطيني هلأ إيموجي ومعاني، صح؟ أعطوني أول إيموجي بدكم تعرفوا شو الأغنية، بتقرأوها من اليمين للشمال. كفريق طبعاً. يعني كفريق واحد. كفريق. وما رح أغششكم ولا إشي صراحة، بيعتمد على ذكائكم. أوكي شكراً. يا. شكراً نادي. من اليمين للشمال، هاي الأغنية ناري شو؟ ناري 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 من جماله. لا ناري لا. لا. نار أحبك نار. نار. نار 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 انا قلبي قايد نار. نار 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 قايد نار. ايش عارف هذا بده اغاني انجليزي هذا شو تخري اعمل لي فيها هذا عارف حكي فرانك سيناترا غنى انجليزي قال يو ار ماي فاير 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 لا يا عمي ايوه طيب اعطيني الثانيه الاولى مين عرفها انا هذا الاردن اردن انت الله الله واضح رزوم من عالم بايل 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 طيب بايل يغزيل يغزيل ايش بايل يغزيل اردن من الارض ثاني بايل يغزيل هاي اغنيه ثانيه بايل يغزيل لا 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 يغزيل طيب اعطوني الثالثه سمعني 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 اعطيني الثالثه من اليمين للشمال سمع اشوف هاي يحذروها يا حلوين وقتك وقف وقتك انتهى وقتك انتهى وقتك وقتك خلص وقتك خلص وقتك خلص لمين هاي وقتك خلص لا مروان خوري لا سوسن بدر ايوه برافو عليك هاي اذا بيعرفها بياخد 10 نقاط وش ورجينيا 10 ورجينيا ورجينيا شو مو فوت بس بس 10 نقاط بياخد وجبة شاورما ساعة سكوت ساعة ساعة صمت ما هي ما هو حل الهاي لا صح غلط طب ساعة 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 صمت ساعة سكوت ساعة زمن جاي انتوا عم بت اوكي دقيقة صمت في كلمتين عم تحكوهم صح صمت. بس ركبوهم مع بعض ساعة 10 نقاط ساعة وقت ال وقت الصمت وقت السكوت ما هي بتكون أغنية عن جد وقت ال وقت الهدوء وقت ال إذا ما بتحذروها أنا رح آخذ العشرة طب مين المطرب بس؟ طلال المداح زمان الصمت زمان الصمت زمان الصمت يا عمر الحزن والشكوى يا خطوة ما غدت تقوى على الخطوة على هم السن صراحة أول مرة أسمعها بس حلوة يعني للأمانة جد حلوة يعني أمجد أخذ العشرة؟ لا ما أنت اللي بترش اسم المطرب بلا أحكي لي أسأل الشريف أقول لك أنا لقاي أقول لك ارجع اسمع على أنا تقري خليل هو طلال مداح عنده غير هالأغنية طبعاً طلال يلا سمعي لي طلال شو؟ إلو أمرين أمرين مثلاً هاي الأولى الثانية شو أمجد بتعرف معلم أنا لا أقسم بالله هذا لا هذا صيني ولا حب الخير لأخوك لا صيني هذا أمجد يستحق 12 نقطة الله يقويك هلأ ممكن نسحبهم منه بالفقرة الأخيرة إذا غلط أمجد غلطة واحدة رح ينسحبوا منه 12 نقطة ونرجع لصفر وتصفير عشان تسحب إنه يكش دخول كسر الكاميرات لا لا نادية الكذابة إذا ما بتكذب شوفوا شو بدي أشوف إذا ببيع ضميره إذا ما بتكذبني يا أمجد بس أنا في زمني يا نادية 12 بيضلوا معك إذا بتكذبني مرة باخذ 12 منك بس أعطوني نادية الكذابة إحنا في زمن الوحوش في فقرة نادية الكذابة رح أحكي معلومات عن ضيوفنا وهم بدورهم لازم يثبتوا إني كذابة طيب نادية الكذابة هاتوا نشوف معلومات عن واحد فينا بس أسكت إذا أنا فعليا كذابة احكوا شو نادية كذابة بس أمجد ما رح يحكي أنا متأكدة نبلش بأول معلومة هاي لمين؟ عمر زوربا كان خاطب بنت عمته بس فسخه بعد ما طلعت عقربة زي أمه كذابة 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 ولك اسمع في طبيعي طبيعي تلاقي واحدة كذابة يعني أنا بس يعني كذابة زائد فيها كيد من جوا زائد عقربة آه الثانية
أمجد حجازين بس يروح على أعراس بحط باروكة بشتريها من الكندالة حسب العرس مش من البيادر شريها صحيح حسب العرس كنت أنا بالسوق إذا بلزمه الدور هيك مشتريها من البيات اعطيني معلومه هذا كذابه يعني انا طبعا لا يعني موضوع الباروكه ولا البيادر انت حاله نفسيه حاله البيادر باروكه صحيح حاله نفسيه مر فيها حاله نفسيه حاله نفسيه اعطيني الثالثه امال عبد الله عيب ناديه الزعبي الوحيد انها مسالمه لدرجه انه البس بتاعها كذابه اسمع لا هو في إشي صح لدرجه بس بتاكل عشاها بتصير انصحك تاكل البسه يعني هاي هي خطة نادية الزعبي يا قلبة لا طيب لا لا طيب أنا الوحيد بس بقي لا لا الله يسامحكم أنا البس نفسه بعيد أنا لا أرد الإساءة جملة قديش كذا أنا لا أرد الجملة أنا لا أرد الإساءة زين تشرف حضوركم كذب أنا لا أرد الإساءة هذه برضو كذبة الله يسامحكم هل تنشوف النتائج؟ أنا 2 أمجد 15 هذا زي عدد لي نصيبه آه والله عمر 6 عمر 5 هذا تاريخ جبت علم التوجيه هذا تاريخ النقاط ليس لها قيمة قيمة معنوية نعم. شرفتنا أخ أمجد الله يسلمك شرفتنا أخ عمر يعطيك العافية شكرا عبدالله. شكرا أهلا وسهلا فيكم أنا مني نادية الزعبي كل الحب والاحترام إلى اللقاء بنحب نشكر الراعي الرئيسي لبرنامج حبل الكذب لينك البنك الأول للشباب من بنك القاهرة عمان البطاقة الجامعية الذكية من لينك بنك الشباب التابع لبنك القاهرة عمان تمنح الطلاب مزايا وخصومات مميزة لتعرفوا أكثر زوروا موقع link.job أو اتصلوا على الرقم 06-577-00 وكمان بنحب نشكر رعاة البرنامج المراعي جودة تستحق الثقة كافينو عقلك ماخدينو منظفات الجزيرة سان توب للكل في بيت الكل حلويات النجمة الاسم نجمة والحلو 5 نجوم اي كي كلينيك عيادة الدكتورة أفنان عطية توديز شوكليت شركة NCM وكيلكم المعتمد في التداول وهي أصلاً كان اسمها شركة نور المال إنفينكس موبايل